مساء الخير للجميع. حبينا انه نوجه هذا اللقاء اليوم لأهالي بلدنا بخصوص كل ما يتعلق بقضية الوحدة، وخاصة انه في امور مش واضحة عم تيصل للجمهور في ترشيحها. موضوع الوحدة هو موضوع اللي احنا عم نشتغل عليه اكثر من سنة لنجمع البلد ونوحد البلد، بسبب المخاطر اللي موجودة فيها ترشيحها، بسبب الصعوبات اللي انوجدت فيها مستقبل ترشيحها، بسبب سياسة معلول. إخوان، إحنا مشينا في موضوع الوحدة مشوار طويل، كان مشوار بناء، كان لقاءات كتير حلوة بناءة من كل الأطراف اللي شاركت في موضوع الوحدة. الموضوع اتوقف في قضايا أنا حسب رأيي كتير صغيرة، ولكن الكل اللي شاركوا في المفاوضات أبدوا مرونة، أبدوا استعداد وقدموا تنازلات. وهون بهاي المناسبة بحب أحيي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بحب أحيي حمد النعيم اللي هو تنازل من المحل الثاني للمحل الثالث. إحنا كمان في دورنا قدمنا التنازلات وتنازلنا عن أهم موضوع اللي هو نيابة الرئيس، وكلكم بتعرفوا مواقفنا اللي كل الوقت احنا متبعينا في سياستنا وفي عملنا اتجاه بلدنا وباخلاصنا لبلدنا. احنا من هذا المنطلق توجهنا للوحدة. العائق الوحيد اللي كان في كل عملية الوحدة هو السيد ايمن الشناتي، اللي هو اطلع بيان اللي حسب رأيي كان فيه تضليل للواقع، كان فيه غير ما حكى عن غير حقائق في كل ما يتعلق بالموضوع الوحدة. احنا أبدينا المرونة وشددنا لأيمن على أيمن قديش أهمية إنه لازم نكون موحدين. إخوان، أيمن انسحب من الجلسات، عمليا كان في وضع قائم موجود إنه الثلاث قوائم موحدين متفقين، ولحد هاي اللحظة إحنا متفقين مع بعض وهو خارج الوحدة. رجعنا وكمان مرة دعيناه في الاجتماع الأخير كان يوم الجمعة مع اشتراك طاقم موسع كبير، وأشركنا كمان شخصيات من الشباب اللي كانت معنا في اللقاء هذا، وبرضه انعرضت على أيمن شناتي اقتراحات عكسية من اللي احنا اقترحناها، وبرضه ما ابدا تجاوب في هذا الموضوع. احنا اليوم ما منصرين على قضية الوحدة وما نمشي بقضية الوحدة. طلع اليوم في موضوع البرايمرز، قضية البرايمرز كلمة مش سهلة، قضية البرايمرز هي انتخابات. احنا اليوم بالرغم من عدم اقتناعنا من موضوع البرايمرز الا احنا وافقنا مع الحضور على نمشي انه بالبرايمرز ونكون موافقين على سبب انه نوجد الصيغه اللي هي توحد البلد. انا اليوم بشوف اهميه الوحده هي موضوع كتير مهم لمستقبل ترشيحها. احنا اليوم بنرفض انه اليوم توصيات طريقه الوحده كيف تكون طريقة البرايمريز. البرايمريز بدنا إياه يكون ناس مهنيين اللي يقرروا في هذا الموضوع. إحنا مع البرايمريز، مع الوحدة، إحنا مع كل إشي يتفق عليه بشكل جماعي من أهل ترشيحة. بنشكر كل الإخوان، كل من ساهم من الشباب اللي كانوا من خارج القوائم اللي حبوا يدعموا قضية الوحدة. نشكر كل من حضر وكل من ساهم، وبنقول لكم كلمة واحدة، احنا مؤمنين بالوحدة، وانتم بتعرفوا موقف قائمتنا انه كل الوقت احنا نشتغل لمصلحة البلد ونضحي من اجل مصلحة البلد.